بسم الله. بسم الله. ما غاديش نطول، ربما نضيف بعض العناصر اللي ما تطرقهاش الاخ في المكتب. تعرفوا بانه بين عشيه وضحاها لقينا واحد الوضع يعني جديد غريب جدا، انه مدرسه دمجت مدرسه. اللي بغيت نشير له من هاد الناس اللي كيتضرعوا بالفرصه الثانيه، مرحبا الفرصه الثانيه على راسنا، ولكن رحنا بصدد اهدار الفرصه الاولى. مسؤولين كنقولوا لهم من هذا المنبر، نتمنى هذا الصوت يوصل لهم ويوصل للجميع، انهم نقول لهم عودوا الى رشديكم. هذا الشيء راه ماشي معقول، لو كان كان معقول وكان مشينا فيه. لانه علاش؟ حنا العام اللي داز او قبل، رغم المشاكل اللي كانت وقعات وحاولوا يستحوذوا على هذه المدرسه اللي علقات الطور الريس في سنه 2018، الا انه وقع واحد الهدوء، والناس ديال الفرصه الثانيه راه خداو واحد الحيز كافيهم. اذا كانت الامور الى حد ما الاباء راضيين، لا في مدرسه عبد الكريم الخطابي ولا في مدرسه عبد الخالق طوريس، كانت الاوضاع الى حد ما الناس راضيه على الاداء، راضيه على التوقيت، راضيه على جميع الامور. دابا راه كاين واحد الفوضى عارمه جدا، كاين واحد الفوضى، كاين واحد الاكتظاظ، مدرسه ولات بمثابه سوء. يعني هنا راكم تهرسوا الفرصه الاولى باش تبقاو تبدلوا واحد المجهود. ما نعرف كيفاش دابا باش ديروا لهاد الناس اللي راهم دابا عندهم الفرصه الاولى، غادي يمكن تبقاو تفكروا من الفرصه الثانيه. لا داعي من الان ان هاد الناس يستافدوا من الدراسه بشكل طبيعي في اطار الفرصه ديالهم، وهذا الشيء ما غادي يكون الا بعوده الامور الى مجراها الطبيعي. لابد نذكر بان هاد المدرسه راه عندها ارث تاريخي، وربما هاد الناس المسؤولين راه يمكن ماشي ابناء زيو مثلا كياخذوا هاد القرارات، راه عندها واحد الارث تاريخي، عندها واحد الرمزيه، عندها واحد المكانه كبيره، راه من العيب والعار انك تمحيها. وعاد ما عرفناش شنو غادي يوقع من بعد. اذا بما ان الاخر تطرق يعني المجموعه ديال الصوالح ما غاديش نكررها، ولكن هنا كنوجه واحد النداء حتى للممثلين ديال الساكنه في المجلس الجماعي، يعني فين راه الموقف ديالهم؟ وعلاش خلاو هذا الشيء يفوت؟ وخلاو دابا الاباء بدل ما يهيئوا الابناء ديالهم انهم يجيو يقراوا، صدقوا دروك يعني واحد التخبطات، واحد المشاكل خلقوها لنا. عدد كثير من الناس سامحين بالخدمه وجايين دروك كذا، ولهذا كنقول لجميع المسؤولين يعودوا للرشد نتاعهم ويردوا الامور كما كانت، ويرجعوا وليداتنا للقراءه وهذاك الشيء اللي بغينا. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك. ونشكر زيو سيتي. شكرا لكم على اثر الاجتماع اللي انعقد صباح اليوم بخصوص الشكل النضالي اللي كيخوضوه اباء وامهات واولياء امور تلاميذ عبد الخالق طوريس. للاسف ما صبرش على شي النتيجه اللي كنا كنتمناوها. كان الساده اللي جاو عندنا من الاداره ما كانش عندهم صفه تقريريه، كان مجرد يسجلوا جاو باش يسجلوا المطالب ديالنا ويستمعوا لنا فقط. ما كانش عندنا شي ما كانش ضمانات فعليه على انهم غادي يحققوا لنا المطلب ديالنا، ولو يعني يعطونا واحد السقف زمني ننتظروا فيه هذا التجاوب. لهذا الشكل النضالي نتاعنا غادي يستمر الى غايه الغاء القرار، قرار الدمج اللي تم في غياب اشراك الجمعيه، ولو من مبدا التشاور. شكرا. الشكل النضالي اللي كيخوضوه اباء وامهات واولياء امور تلاميذ الخلق طوريس بسبب الدمج اللي تفاجؤوا به في الموسم الدراسي الجديد هذا، تم تحويل تلاميذ عبد الكريم الخطابي لمدرسة عبد الخالق طوريس، وتخصيص هذيك المدرسة وتخصيصها الفرصة الثانية. احنا مع طبعا مع الفرصة الثانية، ولكن ماشي مع طمس هوية عبد الكريم الخطابي. وشكرا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا راه دابا مش عبينا. لا بلا ما تطلع لي دابا. بسم الله. مساء الخير. لا 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 السادة الإعلام المحلي والممثلين ديال المنابر المحلية بمدينة زيو، كنتواجدوا هذا اليوم الاثنين بداية الأسبوع في إطار الانطلاق ديال الموسم الدراسي،
أخبر المديرية الإقليمية بأنه النتائج ديال السياسات ديالك والتخطيط ديال الليل ها هو الفاضح. المديرية الإقليمية عدمت مدرسة عبد الكريم الخطابي، واحد البكاء واحد الندبة، هاد الكلمة بغيت نمشيها في هاد الاتجاه. المديرية الإقليمية ديال وزارة التعليم إغلاق مدرسة عبد الكريم الخطابي التي افتتحت أبوابها كأول مدرسة عقب الاستعمار أو الاستقلال الشكلي. مدرسة عبد الكريم الخطابي تخلد لذاكرة الريف ولبطل الريف والمقاومة ديال الريف وبكل هذه المكانة التاريخية القوية. تترجل المديرية الإقليمية وتأخذ وكأنها جيش الروم تهدم مدرسة عبد الكريم الخطابي، وهذا مرفوض ومدان ولن نسكت عنه. ما يمكنش نتخلاو على تراث ديال المدينة ديال زيو، وما يمكنش نسلموا على واحد المتحف ديال مدينة ديال زيو. مدرسة عبد الكريم الخطابي متحف مدينة زيو، وماشي للمبادرات الباسلة السيدة المديرة. هذا سؤال كنوجهو ليك. اليوم مدرسة ديال عبد الكريم الخطابي مغلقة كيف ما كتلاحظي، وكنا كنتمناكم باش تاخذوا الصورة ديال الآباء والأمهات شدوا الأولاد ديالهم في الديار ديالهم. قالوا لك هذه المدرسة اللي عبثت بها المديرة وساعت إلى زيو وإلى أبنائنا غادي نخليوها لك المديرة. واش كانت ضروري دمجي عبد الكريم الخطابي وديروا هذا الهجوم؟ هذا راه هجوم الأستاذ على فضاء تربوي جايبه له 170 أو 180 تلميذ حطاه، واش نازلين هذوك بباراشيد ولا باش نزلتيهم؟ راه اجتثاث الطفل من الفضاء ديالو ونقلوا الفضاء آخر. الأستاذة السيدة المديرة نعطيك واحد الدرس، راه الشجرة إلا مشينا ننقلوها وراه خصنا عام ولا عامين ولا إلا صلحات والعناية والماء باش تقدر نضمنوها أنها نقلناها من بلاصة. وهاد التلميذ أنت غاتخلطي 170 غاتركبيهم في الطاكسي ديالك ما عرفتش شنو هي فاش مرحلاهم وجايبة مفرغاهم في الكاميون هكا عبد الخالق قطو الريس. إيوا والأساتذة اللي كانوا تماك ما كان حتى مشكل. هذا السؤال كنوجهو للنقابات باش دير الدور ديالها، لأنهم ما يبقاوش يقولوا لنا شعار المدرسة العمومية. واش هذه هي المدرسة العمومية؟ نقابات أمام إعدام المدرسة ديال عبد الكريم الخطابي خصنا موقف واضح. رسالتي باختصار شديد، السيدة المديرة اللي حز فينا كهيئة مغربية لحقوق الإنسان، هو اللقاء اللي كان تصبح مع الجمعية ديال الآباء. واش المديرة كدير جهاز ديال البوليس؟ قولوها لينا. إلا وليتو نتوما مخزن جديد في المدرسة العمومية نفهموها. إلا كاين المخزن اللي كيدير شغالاتو راه السلطة المحلية قادة بسوقها. كتطعنوا في الشرعية ديال الجمعية ديال الآباء وما بغيتوش تجلسوا معاهم، كتطلبوا من الآباء باش يعطيوكم جوج ديال التمثيليين، ومن جلسوا معاكم خصهم يضبطوا يجبدوا لكم القانون الاساسي ويقولوا لكم بان مقر الجمعيه ديال الاباء هي مدرسه عبد الخالق الطريس، والاجتماع اللي انعقد فيها انعقد بمقر الجمعيه ديال الاباء. باركنا من هذا التهديد، باركنا من هذا الاستهداف الزايد. راه انا كنحيي بحراره المكتب ديال الجمعية ديال الآباء لأنه عبر على واحد الموقف جريء، وراه عرفوا بأنه الآن كياكل العصا، لأن كانت المؤامرة مخدومة، وكان كل السلطة المحلية والمنتخبين ديالنا كلهم كانوا داروا هاد المجزرة.
دابا هذا عبد الكريم الخطابي سمعوا ليا باش نعرفوا، كانت مدرسه وحده خرجوا منها عبد الخالق الطريس، مدرسه خرجوا منها واحد التعليم الاولي قلعوا منها قطعه، خرجوا منها واحد المبادره الثانيه، واش هذو اطفال وداروا يمكن شي 7 ولا 8 هاد البيبان؟ واش هذه مدرسه ولا خم ديال الارانب؟ كل واحد منين يدخل راه مدرسه خصها تكون مدرسه، ماشي خم ديال الارانب يبقاو يرميو وليداتنا. دخل انت ودي من عندك تلاقى ليا مع ابنه، هادشي راه بزاف. عيق سيا المديره الاقليميه زدتي فيه بزاف، بغيتي تذبحي زعما عبد الكريم الخطابي، بغيتو زعما تقولها ودي نمسحو ذاك التاريخ القديم. شكون بغيتي تبدليها؟ فرصه ديال فرصه ثانيه. انا ما نبغيش نصدم الناس اللي عندهم حلم عليها، ولكن نقول لك الخطاب الرسمي ديال البلاد قال لك فشلات التنميه ديال الموارد البشريه. الى الدوله السيده المديره اللي انت كتمثلي وزاره التعليم، راه الى عندكم شي مشروع ماشي في الوراق، هاد الفرصه الثانيه راه خصها مؤسسات تبنى، راه خصها اساتذه ديالها يتعاونوا، عندهم التخطيط وعندهم الاختصاص. غادي نجيبوا واحد الطفل خرج لنا من الاولى ولا من الثانيه ابتدائي ومشى حتى دار لنا 15 عام ولا 16 عام وجبناه، نفسيته كي دايره؟ وضعيته السوسيولوجيه كي دايره؟ وراه هذا هو اللي اساسي باش نفهموه. اذا دابا هاد الجريمه كتسوقوا واحد الوهم. اشنو هي الدبلومات اللي غتعطيهم لهاد الفرصه؟ ورجحوا لنا الفرصه الاولى، وراه المطلوب تعليم مجاني، راهم هنا في المدرسه ديال عبد الكريم الخطابي. انا كانت حدا المهندسين، كنطلب من هاد المهندس ديال البلديه والمهندس ديال المديريه يجيو يدوروا لنا في هاد الساحه ديال عبد الكريم الخطابي، ونتمنى الصحافه تصورها فيها واحد، يمكن غادي نقول لك واحد الفضاء مبني بالاسمنت والدرج ديال المترو، مترو 20 الا طاح منها الطفل ما لحقوش عليه، وكانت حوادث غير العام اللي داز، غير الاداره والمندوبيه كتحملها مسكين الاستاذ وكتحملها الاداره. اذا دابا كانت في العام اللي داز 320 تلميذ، دابا فرغوا هنا واحد الكاميين جايبينها مع 80، واش كان خصها تجي هنا ولا غالطين في النمره؟ الله اعلم اش راه كدير المندوبيه. دابا وصلت هنا تقريبا 500 تلميذ، 480 ولا 490، يعني و 500 تلميذ غادي نحطوهم في واحد 60 متر مربع كلها قص، كلها اسمنت. والخطيره المديره الاقليميه درتوا واحد التوقيت ديال التلميذ من 8:30 حتى ل 1:30، والسيده المديره ما كتعرفيش بلي راه عندك تلميذات تما صغار ربما راه ما عاد مرتبطين بليكوش؟ واش ماشي جريمه هذه في حق ذاك الطفل؟ ثانيا هذاك الطفل اللي غادي يفيق لك في 9 الصباح راه مو غالبا ما فطراتوش، لان الفقر والمجاعه اللي راه سارحه في البلاد، راه واش مضمون لنا الفطور ولا ما مضمونناش الاطفال؟ سؤال. غيجي يجلس معك هنا 5 السوايع ما عندوش جرده، ما عندوش فضاء ديال اللعاب، وراه ماش بلاكش تقري سق فيه، وفري له فضاء ديال الترفيه، فرجي له ديال التفتح، هذاك هو اللي جبنا لك. غادي تبقاو تجيبوهم على العقوبه. المديريه العقليه ما كتحول المدرسه ديال عبد القريب الى زنزانه لمعاقبه التلميذ. 5 السوايع جلس على المقعد والمعلم قبالتك عندك، انت اسكت، انت حيد، انت وفي الاستراحه يدوزها. والله الى اللعب، والله واش غادي نقول لك؟ الطلب ديالي الوحيد اساسا كنحيي الاداره ديال والطاقم الاداري ديال عبد الخالق الطريس، ما تفوتنيش باش نحيي عاليا المجهود اللي كيبذلوه الساده الاساتذه والاستاذات على مستوى عبد الخالق طريس. نحس معنى المحنه التي يعيشها رجل التعليم في هذا الفضاء، والسبب ديالها راه ماشي المدير، والسبب ديالها راه ماشي الاستاذ، السبب ديالها التدبير الاخرم ديال المديره الاقليميه. وتحيه نضاليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.